السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الأخي لك ممكن تعطينا الاسم الكريم ديالك؟ معروفي ميمون. نعم معروفي ميمون من مدينة وجدة، حي فيلاج كولوج. فيلاج كولوج. متزوج؟ نعم. شحال وليدات؟ أربعة. سي ميمون، ميمون قلت لي وياك؟ نعم. سي ميمون أربعة الوليدات. أربعة الوليدات. أربعة الوليدات باش معيشهم؟ معيشهم في ابن هاد الصناعة هذه. هاد الصناعة هذه ديال القهوة. يعني بائع القهوة متجول. متجول. يعني قهوة معطرة. معطرة. هاد القهوة معروفة في المنطقة الشرقية. معروفة في المنطقة الشرقية. أي. كيشربوها بزاف. كيشربوها يعني قهوة بلدية معطرة. كتعجبهم. قول لي سي ميمون أربعة الوليدات وعايش غير بهاد القهوة واش كتعيش بها؟ إيوا كيقلع الكسل وربي كيعاونك. إيه. كتنوض الصباح بكري وكتكل على الله ويجيب الله الرزق. هاد المقراج هذا شحال يهز من كاس ديال القهوة؟ 40 كاس. 40 كاس، شحال كتبيع المقراج في النهار؟ ثلاثة. مزيان، ثلاثة د المقراج يعني 120 كاس، شحال كينقام عليك الكاس؟ ينقام عليا بدرهم. يعني درهم 240 درهم، 40 درهم راس المال و200 درهم ربح. نعم. هذا الشيء اللي قلت لي وياك. واه هذاك الشيء اللي قلت لي. سيدي تبارك الله عليك ومعيش هاد. لا معيشهم بخير وعلى خير. وكيفاش الناس كيقول لك المغرب ما عندناش خدمه ما نقدوش نعيشوا هذه كاين شنو تقول هاد الناس اللي الحمد لله المغرب زين تحيا جلاله الملك الله ينصر سيدنا الله ينصرو ايه يعني كيفاش المغرب زين الناس كيقولوا كاين البطاله كاينش الخدمه كاين هذه لا 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 بكري المغرب مليح وهاد الناس اللي كيتشكا وهاد الناس اللي كيقول لك ما خدامين خصنا كيفاش شنو تقول لهم ايوا خصهم شويه الزعامه وصافي كاين الفلوس وما يعرف ما يدير ايه ايوا يخدم على راسو ينوض الصباح يبحث يجيب الله. بالنسبة لرئيس الحكومة بن كيران السي بن كيران قلت لي بغيت تقول له شي حاجة. ايوا خصو بعدا العاقل بعدا يعطي الأفكار كاع إلا بغى يعاون غير بالأفكار ديالو. يعني إلا ما قتش بحاجة أخرى يعاون بالأفكار. إلا ما قتش بحاجة أخرى يعاون بالأفكار ديالو. عطينا شي فكرة أنتايا مثلا من الأفكار اللي نحاربوا منها البطالة. قلت لي الناس اللي بيعوك شنو قلت الأفكار ديالك؟ ايوا بحال الطريق يخليو لهم واحد الطريق يسدوها. يبيعوا فيها وعاودة غدا ليه يبلعوا طريق اخرى يبلعوا طريق اخرى وهي سالكه الدعوه هذه بالنسبه للبائع المتجول المتجول يعني باش ينظموهم الا ما ينظموا ديك الطريق باش ما يكونش فيها الاخ كان قالنا بالنسبه للناس الباع المتجولون اللي كيبيعوا يشرو في الطرقات بواحد الطريقه فوضويه كان على الاقل باش تدخل يعني سواء المجالس البلديه او الولائيه او الولايه يعني غادي ياخذوا يوم الاثنين يبلعوا واحد الطريق يفرشوا فيها الناس ثلاثة يبلعوا طريق اخرى كنت خور يفرشوا فيها الناس نعم الاربع في طريق اخرى يعني كلهم كيديروا طريق نعم. وهذا نموذج كنديروا فرنسا كذلك يعني فرنسا كاينه باريس كاينه يعني كلهم كيبلعوا طريق او باركين كاين الناس يبيعوا يشريوا مع التاني يمشيوا يعني ما تكون لا بطاله لا والو ما تكون لا بطاله لا فوضى في المدينه لا فوضى لا بطاله اذا شي كلمه تقولها لنا في الاخير شي كلمه بغيت شي حاجه تقولها لنا الله ينصر سيدنا محمد السادس الله ينصر سيدنا محمد السادس احنا الثقة في جلالة الملك. اي والله نصر سيدنا وبالنسبة هنا لمدينة وجدة معروفة بالتهريب يعني كيف شنو يظهر لك التهريب؟ ايوا راك عارف على حساب مرة زير مرة رخيت مرة ما كان والو تعني التهريب غير سنة البلاد. واه يهرس البلاد بالمعقول كاع. اذا تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. مع السلامة. صافي.